أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن تحرير سعر الكهرباء بعد رفع الدعم في 2021 المواطن سيختار السعر الأقل للكيلو وات ساعة بجانب السماح للمستثمرين بالتجارة في الطاقة تحت رقابة الدولة وتحديث استراتيجية القطاع كل 3 سنوات. يعني لتفاصيل أكثر معي عبر الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. دكتور أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. يعني مع مزيد من التفاصيل لان المشاهدين بيبقوا عايزين اكثر تفصيلا وتوضيح لهذا الخبر، ما التفاصيل الذي يحتوي او خلف هذا الخبر دكتور ايمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي ان يعني اوضح حاجه في البدايه. تفضل. ان يعني ما تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي في 12/6/2018 هو ده الاساس لكل خطه الوزاره في موضوع اسعار الكهرباء وتحريكها وخطه هيكله الاسعار مره اخرى. بمعنى تاني ان يمكن معالي الوزير في هذا المؤتمر ودائما وابدا في كل المؤتمرات اللي بعد كده كان بيوضح بعض النقاط، اسمح لي ان احنا ناكد عليها. اتفضل يا فندم. اول حاجه ان هناك مراعاة كبيرة جدا ل يعني محدود الدخل او الشرائح المختلفة من مستويات الدخل، فئات اللي هي الفئات بالذات اللي هي قليلة الاستهلاك، وان هناك خطة واضحة في هيكلة الاسعار او 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 تحريك الاسعار من 2014 على 8 سنوات اللي تالت ذلك، وكان هدفها هو اول حاجه استدامه تلبيه التغذيه الكهربائيه كل الاحتياجات اللي موجوده مع مراعاه البعد الاجتماعي، ونقصد بيها ان حتى بنهايه الخطه ديت في العام المالي 2021 2022 اللي هي وقتها سيتم رفع الدعم من على كاهل الدوله، هيظل هناك دعم تبادلي ما بين كثيفه الاستخدام وقليله الاستخدام. ده في عام 2021 اللي هو العام المالي 21/22. ايوه كويس. ده اللي هو اللي ان شاء الله يبقى هو دوت اللي هو اخر سنه في موضوع رفع الدعم من على كاهل الدوله. ايوه. هيظل هناك زي ما قلت لحضرتك دعم تبادلي ما بين كثيف الاستهلاك ومحدود الاستهلاك، يتم رفع السعر عليهم يعني شويه زياده كده، بحيث ان هو الزياده ديت يتم توجيهها لتدعيم اللي هم الايه قليل الاستهلاك، وهيبقى بعيد عن كاهل الدوله خالص. ده اول شيء. الشيء الثاني ان اي تحريك للاسعار، ما فيش تحريك اسعار قبل 1/7 من كل عام، كويس، ومفيش اي وضع الاليات جديده او اليات مختلفه عن اللي تم الاعلان عنها، الا الوزير بيبقى حريص جدا ان يعني الكلام ده كله في مؤتمر صحفي وبمنتهى المصداقيه يعني لضمان الشفافيه. وكمان في حاجه تانية ان هو يوضح كل الحيثيات والموضوع كله يتحط في قالبه الصحيح، تمام، علشان ما يحصلش تأويل بغير صحيح للكلام اللي هو بيتكلم عنه. وعلى هذا الأساس هو دوت يعني من ساعة من يوم اللي هو من آخر تحريك الأسعار اللي هو بداية من 1/7/2018 لم يطرأ جديد بالنسبة للأسعار، وده يعني بس هي أنا أشكر حضرتك إن هي دي تعتبر رسالة طمأنة للناس إن هو مفيش اي تحريك الاسعار، مفيش اي جديد، مفيش اي حاجه خاصه يعني خاصه بالاسعار متصله ب كل يعني بالذات كمان اللي هي شرائح الدخل اللي عايزين يطمنوا، يعني يطمنوا ايه اللي بيحصل في الاسعار. وحضرتك بعت رساله طمانه وبشكرك، لان دي نقاط مهمه جدا كان يجب ان احنا نوضحها، ووضحناها عبر شاشه قناه الناس. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء، والى مجلس